قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين جراء قصف مقاتلات التحالف العربي لمعسكر تدريبي في رداع بمحافظة البيضاء. الجيش السوري يستعيد السيطرة على عدة قرى وبلدات كانت تحت سيطرة المعارضة في ريف إدلب الجنوبي. إيران ترفض أي تعديل للاتفاق النووي مع القوى الكبرى وتؤكد أنها لن تسمح بربط الاتفاق النووي بقضايا أخرى. تحية لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في مستهل بانوراما الساعة الرابعة مساء من قناة النيل للأخبار بالقاهرة. إلى تفاصيل الأخبار، تمكنت قوة حرس الحدود من ضبط 39 قضية خلال الأسبوعين الماضيين تشمل تهريب أسلحة وذخائر ومواد مخدرة وهجرة غير شرعية عبر الحدود. يأتي هذا في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية لإجهاض جميع المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تقويض استقرار المجتمع. في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لإجهاض جميع المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تقويض استقرار المجتمع، تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط 39 قضية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تم ضبط 8 قضايا تهريب لعقاقير مخدرة بإجمالي 36600 كيلوغرام لجوهر الحشيش المخدر وطن ونصف لنبات البانجو المخدر و150 جراما لمادة الكوكايين المخدر و192700 قرص لعقاقير مخدرة وضبط 40 فردا ما بين متهم في قضايا مختلفة وهارب من تنفيذ أحكام قضائية وضبط 6 قضايا تسلل وهجرة غير شرعية ل131 فردا من جنسيات مختلفة وضبط 6 بنادق قناصة و700 طلقة مختلفة الأعيرة وضبط 4 أجهزة للكشف عن المعادن و35 جوالا للحجارة المخلوطة بالذهب الخام وتحرير 22 قضية تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية باستخدام 21 عربة تضم 19550 قاروصة سجائر و40 عبوة لكسر حديد الصلب التي تستخدم في صنع العبوات المتفجرة. استهدفت مقاتلة التحالف العربي في اليمن معسكرا تدريبيا لميليشيات الحوثي في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، ما أسفر عن مقتل أكثر من 90 متمردا حوثيا وإصابة عشرات آخرين. على جانب آخر، قتل نحو 20 عنصرا من ميليشيا الحوثي خلال اشتباكات مع قوات الجيش اليمني في مدينة ميدي بمحافظة حجة. على أشدها تدور المعارك بين قوات الجيش اليمني والمقاومة من جهة ومتمردي ميليشيا الحوثي من جهة أخرى، لا سيما في المناطق القريبة من العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة المعقل الرئيسي للمتمردين. في جديد المعارك قتل عدد من المتمردين خلال اشتباكات في مدينة ميدي بمحافظة حجة، حيث قامت القوات اليمنية بصد هجوم للحوثيين حاولوا خلاله كسر الحصار المفروض على ما تبقى من جيوب لهم داخل المدينة. وفي محافظة البيضاء لقي عشرات من الحوثيين مصرعهم وأصيب آخرون في قصف لمقاتلات التحالف العربي على معسكر تدريبي في مدينة رداع. في سياق متصل
أحكمت قوات الجيش الوطني اليمني سيطرتها الكاملة على سلسلة جبال أم العظب الاستراتيجية بمحافظة صعدة. وبينما تدور المعارك على هذا النحو، أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته المنظمة الدولية على إرسال أسلحة إلى اليمن لأنها سهلت للمتمردين الحوثيين الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ باليستية أطلقت على السعودية. التقرير الذي رفع إلى مجلس الأمن الدولي أوضح أن الخبراء المكلفين بمراقبة الحظر حددوا مخلفات صواريخ مرتبطة بمعدات عسكرية ذات صلة وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع تم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة عام 2015، ومن دون الإشارة إلى هوية الإيرانيين المسؤولين عن إرسال الصواريخ إلى الحوثيين. يؤكد الخبراء أن إيران لم تستجيب بشكل يرضي طلباتهم للحصول على معلومات بهذا الخصوص طلبت منها في أواخر العام الماضي. اعتدت ميليشيات الحوثي الإيرانية اليوم على تظاهرة نسائية معارضة لها في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء وفرقوها بالقوة، كما اختطفوا عددا من النساء التي شاركنا في التظاهرة. وكانت المظاهرة النسائية تدعو للعصيان المدني وتندد بالقمع الذي تمارسه ميليشيا الحوثي ضد اليمنيين وعبثها بقوت المواطنين. تزامنت التظاهرة مع أربعينية الرئيس الراحل علي عبد الله صالح الذي اغتاله الحوثيون مع عدد من مرافقيه. في السورية، حيث تمكنت القوات السورية من استعادة القرى والبلدات التي سيطرت عليها المعارضة في ريف إدلب الجنوبي. وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بين الجانبين على محاور في شرق وجنوب شرق مطار أبو الظهور، حيث تقدمت القوات السورية وسيطرت على 3 قرى لمحاصرة المطار من الناحية الشرقية. عقب اشتباكات عنيفة تمكنت القوات السورية من استعادة القرى والبلدات التي سيطرت عليها المعارضة السورية المسلحة في ريف إدلب الجنوبي. الاشتباكات دارت على محاور في شرق وجنوبي شرق مطار أبو الظهور، حيث تمكنت القوات السورية من تحقيق تقدم والسيطرة على 3 قرى بهدف الالتفاف على المطار من الناحية الشرقية بعدما دخلت القسم الجنوبي منه وباتت على مشارف المنطقة الغربية. وخلال المعارك قتل 63 عنصرا من القوات السورية والجماعات المتحالفة معها، ومن بينهم أبرز القياديين العسكريين في إدارة الاستخبارات الجوية وفرع المنطقة الشمالية، بينما تم أسر أكثر من 30 عنصرا من القوات السورية خلال المعارك. وفي المقابل لم تسلم جبهة المعارضة المسلحة، حيث استطاعت القوات السورية أن تكبدها خسائر، حيث قتل أكثر من 50 مسلحا من صفوف المعارضة السورية. وعلى صعيد آخر قتل ما لا يقل عن 13 مدنيا بينهم 5 أطفال و3 نساء، بينما أصيب العشرات بجروح، وذلك خلال غارات روسية استهدفت الأحياء السكنية في إحدى البلدات بريف إدلب الشرقية، حيث تواصل فرق الدفاع المدني عملية الإنقاذ وانتشال الضحايا. وتأتي الغارات الروسية عقب غارات مشابهة استهدفت بلدة معصران بريف إدلب الجنوبي والأحياء الشرقية في مدينة معرة النعمان. في سياق متصل، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوري والتنظيمات المسلحة في جبهة حرستا بمنطقة الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق. يأتي ذلك بينما نظم عدد كبير من أهالي بلدات جنوب دمشق مسيرات حاشدة للتنديد بممارسات ما يسمى بجيش الإسلام ضد المدنيين، خاصة في بلدات بستسحيم ويلدا بريف دمشق الجنوبي. على ما يبدو أن تنظيم جيش الإسلام الإرهابي بدأ يروج لنفسه أنه حامي الحمى في جنوب دمشق الثائر بوجه وجود التنظيمات المسلحة بمختلف تسمياتها داخل بلدات يلدا وببيلة وبيت سحم، فلليوم 10 على التوالي سجل خروج العديد من المظاهرات المطالبة بخروج التنظيمات المسلحة وإتمام عملية المصالحة التي تعرضت للانتكاس عدة مرات جراء الخروقات التي سجلت خلال السنوات 3 الماضية.
حيث تصاعدت حدة الاشتباكات في حي الزين الفاصل بين الحجر الأسود ويلدا إثر اقتحام تنظيم داعش الإرهابي الحي في محاولة للوصول إلى بلدة يلدا، وسجل خلال الاشتباكات مقتل عدد من مسلحي تنظيم جيش الإسلام الإرهابي واستشهاد وإصابة عدد من المدنيين بسبب سقوط عدة قذائف هاون في محيط جامع القبان بيلدا. التوفيق يا ابن درعا، لقد سقط القناع. أعلمت ماذا فعلت اليوم؟ أعلمت ماذا فعل المسيئون من جيشك؟ أين اليمين الذي أقسمتموه بالمحافظة على الشعب العربي السوري؟ يا حيف، كنا مخبين كل الفزع الحرانية. ما الذي حصل لك؟ أعمدك الدولارات من غرفة الموت؟ أطمس الله على قلبك فخنت العشرة من أجل أجنداتك الخارجية؟ أكل هذا لأننا منعناك من الحفر تحت مسجد بلدتنا للبحث عن الذهب الذي سال لعابك عليه؟ يأتي ذلك في محاولة من تنظيم جيش الإسلام بالإيحاء للشارع الثائر بوجهه بأنه متواجد لحماية المناطق من الدواعش، إلا أن هناك مصادر أهلية أشارت بأن ما يجري ليس سوى مجرد بروباغندا إعلامية يحاول الإرهابيون من خلالها شرعنة وجودهم داخل المناطق التي يتعرض أبناؤها للاضطهاد والإجرام الممنهج كل يوم. نبراس مجركش، قناة النيل للأخبار، ريف دمشق. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق إلهام عبيد مراسلة النيل. إلهام، ما هي آخر التطورات الميدانية في إدلب؟ وهل تمت سيطرة القوات السورية على جميع القرى هناك أم تزال عملية التحرير مستمرة؟ نعم، الجيش العربي السوري عدد النقاط التي تقدم اليها تنظيم جبهه النصر الارهابي والفصائل المرتبطه به خلال 48 ساعه في الجبهه الجنوبيه الشرقيه، وعدد اشتباكات عنيفه بين الطرفين اسفلت عن قتلى او جرحى في صفوف الارهابيين من بينهم ما يسمون انفسهم بقاده ميدانيه او عسكريه. هذا التقدم جاء افضل الهجوم الذي شنه التنظيم الارهابي على مواقع للجيش العربي السوري في محيط قريتي وسجلت آليتين مفخختين وبعيتين دفع قبل الاستجابة إلى الهدف المرجو. فشل الهجوم وتكبدت الفصائل المسلحة خسائر كبيرة في الأرواح. الجيش العربي السوري تمكن من استيعاب الهجوم كما تمكن من استيعاب الطبقات التي تراجع عنها انطلاقا من مواقعهم في تل أكبر وتل كيك في إدلب واتجاها إلى نقاط مهم في محيط عسقان تل مرق الأخوين الدجاجوز والخلافيل، وسيطر على العديد من القرى ايضا، واصبح الجيش على مقربه من قوات من احداث الجيش الاخرى المتمركزه في ريف حلب الجنوبي الشرقي، يبسمهم 6 كيلومترات. الهام عفوا، نأسف لرداءة الصوت. شكرا الهام عبيد، كانت معنا عبر الهاتف من دمشق. اندلعت اشتباكات اليوم بين متظاهرين فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وأثناء التظاهرة قامت قوات الاحتلال بإلقاء الغاز المسيل للدموع والقنابل على المتظاهرين، وجاءت التظاهرة دعما لعهد التميمي البالغة من العمر 16 عاما، والتي وجهت إليها محكمة إسرائيلية في الأول من يناير الجاري 12 تهمة تحت مزاعم اعتدائها على جنديين بقريتها بالضفة الغربية المحتلة. إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يعقد غدا الأحد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا
يبحث فيه الردود المناسبة على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. قال عدد من المسؤولين إن من بين الخيارات التي سيتم بحثها في الاجتماع الذي يستمر ليومين تعليقا محتملا لاعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بالدولة العبرية والذي يعود إلى عام 88. جدير بالذكر أن الاتفاق الأول قد أدى إلى إنشاء السلطة الفلسطينية، وكان من المفترض أن يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة. وللمزيد من المتابعة معنا السيد قيس عبد الكريم عضو منظمة التحرير الفلسطينية. سيد قيس، ما المنتظر من اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية غدا من نتائج للرد على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل؟ المنتظر أن يجري المجلس المركزي مراجعة سياسية شاملة بالمسيرة التي بدأت عام 91 واستمرت حتى الآن تحت عنوان مدريد وأوسلو، والتي تمثلت في المفاوضات الثنائية التي رعتها الولايات المتحدة لتصل إلى النقطة التي وصلنا إليها الآن، وهي اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ووقوفها جنبا إلى جنب كشريك مع الاحتلال في العدوان على قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه. المطلوب مراجعة هذه المسيرة والبدء بالتحرر مما فرضته على الشعب الفلسطيني وعلى السلطة الفلسطينية من التزامات مجحفة بعد أن أدارت إسرائيل الظهر بكل التزاماتها بموجب هذه الاتفاقات، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة في قضايا المفاوضات حول الوضع النهائي، حيث شطبوا القدس الآن من جدول أعمال هذه المفاوضات، وهم على أبواب أن يشطبوا قضية اللاجئين منها، وتترى إلى أن تصبح المفاوضات مفاوضات حول كيان فلسطيني مسلوب الإرادة ومسلوب السيادة، يراد به أن يقيد الشعب الفلسطيني مرة أخرى في عقود قادمة في اتفاقات تصفوية مجحفة. لذلك كل الالتزامات التي تضمنتها هذه الاتفاقات وكل التفاهمات التي كانت قائمة مع الولايات المتحدة ستكون موضوع مراجعة، ونحن نأمل وندفع باتجاه أن يتخذ المجلس المركزي قرارات حاسمة لوضع حد بهذه المسيرة وللانطلاق باستراتيجية طيب. وطنية جديدة. نعم سيد قيس، هناك من المسؤولين الفلسطينيين من قال أنه ربما يكون هناك تعليق محتمل لاعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بالدولة العبرية اللي بيعود لسنة 88. هل تتوقعون حال اتخاذ هذا القرار أن إسرائيل سترد ردا يعني مخزيا ومؤسفا ربما، لأن إسرائيل لا تتعامل إلا بالعنف؟ يا سيدي، إسرائيل تتعامل بالعنف دون أن تتخذ أي قرارات، وتتعامل بالعنف مع الشعب الفلسطيني وحتى مع أجهزة السلطة الفلسطينية، رغم التزام هذه الأجهزة التزاما يكاد كاملا في ما ورد في الاتفاقات فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني. ولذلك العنف الإسرائيلي هو معظم قائم وليس عنصرا من عناصر تحديد السياسة أو الخطوات المقبلة. نحن نعتقد أن الخطوات التي يجب أن تتخذ يجب أن تتحلل من الالتزامات المجحفة التي فرضت على الجانب الفلسطيني، خصوصا فيما يتعلق بموضوع الاعتراف. هنالك العديد من الصيغ المطروحة للمناقشة، وأحدى هذه الصيغ مثلا أن يسحب المجلس المركزي مصادقته على رسائل الاعتراف المتبادلة
بين منظمة التحرير وبين إسرائيل التي كانت مؤرخة في 1993، وصياغ أخرى تحدث عن تعليق الاعتراف إسرائيل إلى أن تعترف إسرائيل بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران. كل هذه الخيارات مطروحة أمام المجلس المركزي، وسنرى خلال اليومين القادمين بأي اتجاه تتجه قرارات المجلس. أشكرك شكرا جزيلا السيد قيس عبد الكريم، عضو منظمة التحرير الفلسطينية. وصل وفد كردي برئاسة وزير داخلية إقليم كردستان العراق إلى بغداد اليوم لبحث الأزمة بين الحكومتين والقضايا الحدودية ورفع الحظر الذي تفرضه السلطات الاتحادية على مطارات الإقليم منذ أكثر من 3 أشهر. وتعد الزيارة هي الأولى على مستوى وزاري منذ اندلاع الأزمة في عقاب إجراء الإقليم استفتاء على الاستقلال في 25 سبتمبر الماضي، التي تهدف إلى التباحث مع المسؤولين العراقيين في شأن إدارة الحدود البرية مع إيران وتركيا ورفع الحظر عن الرحلات الجوية الخارجية من مطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان وإليهما. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من بغداد دكتور طارق حرب المحلل السياسي. دكتور طارق بعد التحية. دكتور طارق، كيف تنظر إلى زيارة وزير داخلية إقليم كردستان إلى بغداد وهي تعد الأولى منذ اندلاع الأزمة في أعقاب إجراء الإقليم استفتاء على الاستقلال في 25 سبتمبر الماضي؟ نعم، نحو ما تفضلت ومن مقدمتي أول زيارة لزيارة الوزير من حكومة إقليم كردستان إلى بغداد. موقف بغداد وإن جاء هذا الوقت بمناسبة الأمور الداخلية وخاصة ما يتعلق بالمناسبة الحدودية سواء المقررات أو المناسبة الذاتية وما يتعلق بالإطاقة الموحدة أي ذوية الأحوال المدنية أو ما تسمى بالجنسية والمسألة الأخرى المعلقة ما بين كردستان والأمريكا بغداد. بغداد غير المستعد جلس يتحدث، يعني هناك تيار في بغداد اساسا يرفض ان يسمي من جاء من البيت الى بغداد الوزير، يقول ان مصطلح وزير لم يستخدم السجون العراقي الا للوزير الاتحاد، لكن ذلك لا يفتح الواقع. بعد 5 شهور او ناقشتها شركه الالتزام بالدستور، الدستور حدد الاختصاصات الحكومة الاتحادية لحكومة بغداد فيما يتعلق بما موجود في إقليم كردستان. إقليم كردستان دولة شوفوا استقلت كاملة. الآن المسألة اختلفت تغيرت. صحيح أنه لا يمكن القضاء على كما هو معلوم أن الفلسفة الأمريكية الآن أجبرت عن ما يسمى بالموضة الخلاقة وأوجدت صراعات تحقق أمام تطور دول المحلية لا وقوف إيران تقريب كردستان مثل العراق كذلك الدول المتعددة. أقول أن الاتجاه واضح لكن لا أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى أمر معين لأن موقف الحكومة العراقية واحد. نعم. وأن على كردستان على الالتزام بالأحكام والقواعد والنصوص والدستور والذي يعتبر هذه المسائل من اختصاص حكومة بغداد وليس من اختصاص. شكرا دكتور طارق حرب المحلل السياسي كان معنا من بغداد.
أكدت إيران مجددا رفضها لأي تعديل للاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد تجميد العقوبات على إيران في إطار الاتفاق النووي معها، متعهدا بأن هذا التمديد هو الأخير. وأكد الرئيس الأمريكي أن التفاوض بشأن الاتفاق النووي لن يكون مع إيران وإنما مع شركائه الأوروبيين لمعالجة ما وصفه بالثغرات الرهيبة الموجودة في الاتفاق لعام 2015 حول النووي الإيراني. من جانبه اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شأن الاتفاق النووي الإيراني هي محاولات يائسة لتقويض اتفاق غير قابل لإعادة التفاوض. طالب سفراء 54 دولة أفريقية بالأمم المتحدة في بيان شديد اللهجة عقب اجتماع طارئ بمدينة نيويورك، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع والاعتذار بعد تصريحات منسوبة له تناقلتها وسائل إعلام تضمنت عبارات مسيئة حول الهجرة وبعض الدول الأفريقية واللاتينية المصدرة لها. تزامنا أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في أفريقيا وهايتي سيؤكدون للحكومة المحلية الاحترام الكبير الذي تبديه واشنطن لها بعد الغضب الكبير الذي أثارته تصريحات ترامب. في سياق متصل، قالت أبا كولوندو المتحدثة باسم رئيس الاتحاد الأفريقي إن تصريحات ترامب إذا ثبت صحتها فسوف تكون مرعبة. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المهاجرين من دول أفريقية وهايتي والسلفادور إذا ثبتت صحتها فسوف تكون مرعبة، ليس فقط بسبب طبيعتها العنصرية ولكن أيضا لأنها تخرج من الولايات المتحدة الأمريكية. الثابت تاريخيا أن عددا من الأفارقة وصلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية كرقيق. ذلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عرف منذ توليه الرئاسة بتصريحاته اللاذعة التي وضعته في موقف صعب مع العديد من دول العالم. هجوم قاسي وعبارات مسيئة وجه ترامب لدول أفريقية وجمهورية هايتي بأمريكا الشمالية، وذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض لمناقشة الهجرة إلى الولايات المتحدة. وصف خلاله الرئيس الأمريكي تلك الدول بأنها أوقار قذرة وحثالة. وعلى خلاف المرات السابقة التي لم يسحب فيها ترامب تصريحاته المسيئة للآخرين، حاول الرئيس الأمريكي تلك المرة التهرب من استخدامه تلك العبارات نظرا لما شاهده من سيل انتقادات واستنكارات حول العالم. إلا أن السيناتور الديمقراطي ديك دوربين عضو مجلس الشيوخ والذي حضر الاجتماع قال إن ترامب استخدم تعبير الدول الحثالة عدة مرات. لا أستطيع أن أصدق أنه في تاريخ البيت الأبيض والمكتب البيضاوي سبق وأن تحدث رئيس بتلك الكلمات التي سمعتها بشكل شخصي من رئيسنا الذي حاول إنكار استخدامه لتلك الكلمات، وهو أمر غير صحيح لأنه قال وكرر تلك الكلمات الكريهة. بدوره قال رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان إن تصريح ترامب تشكل خطرا على النسيج الأمريكي. أول شيء خطر في ذهني أن تلك التصريحات لا تقدم المساعدة وهي غير موفقة بالنسبة لي ولكثير من الناس، فإن أسرنا تنحدر من دول أخرى وأنا أرى أنه شيء يدعو للفخر وهو جزء كبير من قوة النسيج الأمريكي. سواء كنت من هايتي أو من أفريقيا فنحن لدينا أصدقاء جيدون هناك. كان صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت أن ترامب استقبل في مكتبه عددا من أعضاء مجلس الشيوخ للبحث في مشروع يقترح الحد من لم الشمل العائلية، وفي المقابل سيسمح الاتفاق بتجنب طرد آلاف الشبان الذين وصلوا في سن الطفولة إلى الولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة أن ترامب كان يشير إلى دول أفريقية وإلى هايتي وسلفادور موضحا أن الولايات المتحدة يجب أن تستقبل بدلا من ذلك مواطنين على أساس الكفاءة. في مدينة جنيف وصف روبرت كولفيل المتحدث باسم لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تصريحات ترامب بأنها عنصرية. These are shocking and shameful comments
هذه تصريحات صادمة ومخزية من رئيس الولايات المتحدة. آسف، لكن ليست هناك كلمة أخرى يمكن للمرء أن يستخدمها سوى أنها عنصرية. لا تستطيع رفض دول وقارات بأكملها باعتبارها بلوعات قذارة، سكانها بالكامل ليسوا من البيض، وبالتالي غير مرحب بهم. أشرتنا متواصلة معكم وفيها بعض الفاصل الاقتصادي. الرئيس التونسي يعقد اجتماعا مع الأحزاب الحاكمة لبحث سبل الخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد. قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين جراء قصف مقاتلات التحالف العربي لمعسكر تدريبي في رداع بمحافظة البيضاء. الجيش السوري يستعيد السيطرة على عدة قرى وبلدات كانت تحت سيطرة المعارضة في ريف إدلب الجنوبي. إيران ترفض أي تعديل للاتفاق النووي مع القوى الكبرى وتؤكد أنها لن تسمح بربط الاتفاق النووي بقضايا أخرى. نتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أهم الأخبار الاقتصادية. النشرة الاقتصادية تقرأها على حضراتكم الزميلة ميرفت المليكي. إليك ميرفت. شكرا الدكتور علي وشروت، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الوقفة الاقتصادية في بانوراما النيل وأبرز ما فيها. وزيرة التخطيط تعلن أن الحكومة تستهدف ارتفاع معدل النمو إلى 5.5% نهاية العام المالي الجاري، وتؤكد أنها تستهدف خفض معدلات التضخم. أهلا بكم. أعلنت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة تستهدف استمرار معدل النمو المحقق في الربع الأول من العام المالي الجاري 2017-2018 والبالغ 5.2% خلال الربع الثاني، متوقعة أن يرتفع عنه قليلا. وقد أضافت السعيد خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت أن المؤشرات الأولية تشير إلى الاستمرار في نفس معدل النمو حتى نهاية العام الجاري ليصل إلى 5.3% و5.6% مقابل 4.8% متوقعة للعام المالي الجاري. وقد أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 6% خلال العام المالي المقبل 2018-2019 مع زيادة الاستثمارات الكلية بنسبة 20%، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف أيضا خفض معدلات التضخم. كان الجهاز المركزي للإحصاء قد كشف في وقت سابق عن انخفاض معدل التضخم إلى نحو 21.9%، وهو ما يرى محللون أنه سينعكس على أسعار السلع الغذائية، ويتوقع مراقبون أن يواصل معدل التضخم التراجع تدريجيا ليصل إلى أدناه في عام 2019 بنحو 10%. لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 هبط معدل التضخم السنوي في مصر إلى نحو 21.9% في ديسمبر الماضي بدلا من 26% في نوفمبر السابق عليه، والذي أرجعه خبراء إلى تراجع الأسعار التي شهدته السلع الغذائية وانخفاض القوى الشرائية للمواطنين مؤخرا. انخفاض كثير من السلع التي يحتاجها المواطن في السوق، رغم أن الحكومة تقوم بمجهود كبير جدا في طرح هذه السلع بأسعار معتدلة ضد القطاع الخاص. أسعار الدواجن انخفضت، أسعار البقوليات انخفضت، أسعار الخضروات انخفضت، واحنا كلنا عايشين، يعني احنا بننزل الأسواق وبنشوف، يعني ده بيعكس ان السياسة المالية والسياسة النقدية وسياسة الحكومة تسير في المجرى الطبيعي.
وتوقع اقتصاديون انحسار معدل التضخم ووصوله إلى ما بين 10 و12% في 2018 ولأقل من 10% في 2019. انخفاض معدل التضخم سوف يؤدي إلى انخفاض سعر الفايدة على الودائع. انخفاض سعر الفايدة على الودائع من 20 أو 20.5% إلى المعدلات السابقة سوف تؤدي إلى تشجيع المستثمرين على عمل توسعات في مصانعهم، إلى زيادة معدلات منح الائتمان وتوفير مزيد من الفرص العمل في الفترة القادمة. وشهدت مصر تعافيا ملحوظا في إنتاجها الصناعي وتدفق الاستثمارات الأجنبية مؤخرا، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في وصول معدل النمو إلى أكثر من 5.5% في 2019، وذلك بحسب تقارير مؤسسات دولية. هكذا حملت الأيام الماضية مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري بعد السياسات الجادة التي اتخذتها الدولة مؤخرا، ووصلت معدلات التضخم تراجعها بعد القفزات الحادة التي استمرت لمدة عام. أشرف مبارك، النيل. قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل إن الدولة تعمل على تعميق الصناعة الوطنية وعلى رأسها صناعة الحديد، مشيرا إلى أن العامين الماضيين شهد افتتاح أكثر من 2300 مصنع بواقع 3 مصانع يوميا. وقد أكد الوزير خلال جولة في المنطقة الصناعية في أكتوبر أن طرح الأراضي بالنظام المطور الصناعي أتاح سرعة توفير أراضي صناعية كاملة المرافق أمام المستثمرين. وقد لفت الوزير إلى أن هيئة التنمية الصناعية قد انتهت من تخصيص 8 مليون متر مربع أراضي بالنظام المطور الصناعي الأسبوع الماضي. وقد أوضح قابيل أن الصادرات حققت 22 مليار و400 مليون دولار خلال عام 2017 بزيادة تقدر بنحو 12%، مشيرا إلى أن تراجع الواردات تم سد فجوته من الإنتاج المحلي. أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أنه سيبدأ جمع بيانات المصانع المتعثرة بجميع المناطق الصناعية بمصر، وتتضمن البيانات أعداد تلك المصانع وأسباب تعثرها والحلول المقترحة لإعادتها للتشغيل. ويستهدف الاتحاد إعادة تشغيل 25% من تلك المصانع خلال هذا العام عبر توفير تمويلات ميسرة أو بحث إقامة شراكات مع مستثمرين لتلك المصانع أو مع مستثمرين آخرين. أكدت وزارة الإسكان أنه سيتم غدا الأحد البدء في إجراءات التخصيص بالمرحلة الخامسة التكميلية لمشروع بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج. وقد قالت الوزارة إن التخصيص سيتم وفقا لشروط المرحلة المعتمدة من مجلس الوزراء، وكذلك وفقا لأولوية التحويل طبقا للكشف الوارد من البنك المركزي خلال الفترة من مايو وحتى سبتمبر من عام 2017، والبالغ عددها 3187 تحويلا. وقد تابعت الوزارة أنه تم تقسيم تسجيل التحويلات بالمرحلة الخامسة إلى 3 أقسام، مشيرا إلى أن عدد الأراضي المتبقية للمرحلة الخامسة قد بلغ 2902 قطعة أرض. في المغرب قررت الحكومة بدء عملية تحرير سعر صرف الدرهم بشكل تدريجي يخضع للرقابة اعتبارا من الاثنين المقبل. وقد أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن البنك المركزي المغربي سيواصل التدخل في سوق الصرف الأجنبية من أجل ضمان السيولة. وتقوم السلطات النقدية في المملكة حاليا بتحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة من اليورو والدولار بنسبة 50% و40% على التوالي. في ألمانيا أعلنت وزارة الاقتصاد في تقريرها الشهري أن نمو اقتصاد البلاد قد تباطأ على الأرجح في نهاية عام 2018، ونما الاقتصاد الألماني بنسبة 2.2% خلال العام الماضي، وهو أقوى معدل نمو منذ عام 2011. ويتوقع اقتصاديون أن تلقي قوة الطلب والتوقعات الإيجابية للأعمال بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، خاصة بعد التوصل لتشكيل حكومة في ألمانيا بعد 3.5 أشهر من الانتخابات التشريعية، ليواصل أكبر اقتصاد في أوروبا نموه القوي هذا العام. نهاية وقفتنا الاقتصادية وعودة للزملاء لاستكمال ما تبقى من بانوراما النيل. إليكما. شكرا جزيلا.
يعقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم اجتماعا مع الأحزاب الحاكمة وأهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد نتيجة سلسلة من الاحتجاجات على إجراءات للتقشف وتخللتها أعمال عنف. وكانت الأوضاع في تونس قد بدأت تعود إلى الهدوء منذ مساء الخميس باستثناء بعض احتجاجات نظمتها مجموعات صغيرة. ويشارك في اجتماع اليوم مع الرئيس التونسي بالخصوص حزباء النداء والنهضة الحاكمان والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أصحاب العمل. يواصل أعضاء يساريون من الحكومة الفنزويلية وزعماء المعارضة محادثاتهم في جمهورية الدومينيكان من أجل إيجاد صيغة توافقية لرأب الصدع السياسي في البلاد والقضاء على الأزمة الاقتصادية التي تشهدها فنزويلا. يطالب ممثل الحكومة خلال هذه المحادثات المعارضة ببذل قصارى جهدهم من أجل إيقاف تنفيذ العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على فنزويلا العام الماضي. جدير بالذكر أن عددا من الوسطاء في هذه المفاوضات قد هددوا بالانسحاب منها إذا لم يتوصل الجانبان إلى حل مناسب لأزماتهم السياسية والاقتصادية في الوقت التي تشير فيه التوقعات إلى قلة فرص إيجاد التوافق بعد فشل محادثاتهم الأخيرة في ديسمبر الماضي. تظاهر مئات المواطنين في بيروه في ليما تأييدا للعفو الذي صدر عن رئيس بيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري. ورفع المتظاهرون أعلام بيروه وصورا لفوجيموري وللرئيس الحالي بيدرو بابلو كاتشانسكي الذي منحه العفو الشهر الماضي. وكان الرئيس كاتشانسكي قد أصدر عفوا عن ألبرتو فوجيموري الذي كان يمضي عقوبة بالسجن 25 عاما لجرائم ضد الإنسانية ولتهم فساد. وأثار القرار أزمة سياسية وتظاهرات لبعض المواطنين الذين يرون أن كوتشانسكي قد أبرم صفقة سياسية ليبقى على رأس الدولة. ورأت عائلات الضحايا في هذا العفو خيانة، إذ أن الرئيس الذي ينتمي إلى يمين الوسط تعهد خلال حملته الانتخابية في عام 2016 عدم الإفراج عن فوجيموري. بانوراما النيل ما زالت مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل احتفالات شعبية في تايلاند بمناسبة يوم الطفل ومنح الأباء أجازة لإسعاد أبنائهم.